بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ محمد العبد الله الصباح، وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ممثل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، السادة الوزراء، السادة المستشارين، ممثلي جامعة الدول العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود اليوم لنلتقي مجدداً في حفل افتتاح منتدى الحكومة الإلكترونية الثالث تحت شعار إدارة أمن المعلومات، والذي أضحى مناسبة سنوية وأهم حدث يتناول برامج الحكومة الإلكترونية في دولة الكويت، كما أضحى محطة مهمة لمراجعة الإنجازات ودراسة التطورات وتجديد المرحلة والانطلاق نحو المستقبل بثقة أكبر وقدرة أعلى. ويمثل حضور ودعم معالي الشيخ محمد العبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ممثلاً لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، دعماً للمنتدى والقائمين عليه ولدور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات فيما يقوم به من جهد في السهر على تطوير برامج الحكومة الإلكترونية في دولة الكويت. الحفل الكريم. تواجه الكويت والمنطقة في وقتنا الحالي تحديات متزايدة، وواجب الجميع أن يبذل أقصى ما يستطيع وكل في مجاله للمساعدة في تخطي هذه المرحلة. ولا شك أن بناء مجتمع المعلومات يفتح آفاقاً كبيرة تعزز قدراتنا على التواصل والانصهار في عالم تحكمه التنافسية والعولمة، وتواجه التحديات بكافة أشكالها. وجاء اختيار موضوعي المنتدى لهذا العام المتمثلين بإدارة المعلومات وأمن المعلومات من منطلق أهميتهما في تطوير برامج الحكومة الإلكترونية وتحقيق أهداف تلك البرامج. فتشكل إدارة المعلومات والقدرة على التعامل معها بمختلف أشكالها ومراحلها الأساس في تطوير الخدمات الإلكترونية، وبات أمن المعلومات يشكل الضمانة الرئيسية لنجاح برامج الحكومة الإلكترونية، وهو يعتبر أيضاً عنصراً هاماً من عناصر الأمن الوطني. ونحرص نحن في شركة نوف إكسبو من خلال هذا اللقاء السنوي على تحويل منتدى الحكومة الإلكترونية إلى محطة انطلاق لتطوير المجتمع وتحقيق طموحات أهله، خاصة وأن تكنولوجيا المعلومات تخضع لمتغيرات مستمرة ومتزايدة تجعل من متابعتها أمراً ضرورياً وملحاً على الدوام. السيدات والسادة، لم تعد برامج الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات ترفاً فكرياً يخضع لرغبات البعض وقدرات البعض الآخر، بل إنها تشكل اليوم ضرورة حتمية من ضمن خطة حكومية شاملة تشترك فيه جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة. كما يتعين أن يكون الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي باكورة تلك البرامج، وأنني على ثقة بأن منتدى الحكومة الإلكترونية من خلال المساهمات المشكورة لشركات التكنولوجيا العالمية والمحلية والمتخصصين المشاركين معنا اليوم سيمكنهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، والذي ينبثق أساساً من جهود العاملين في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وإدارات نظم المعلومات في الجهات الحكومية كافة وقياداتها. ونظراً لما حققه المنتدى الحكومة الإلكترونية من نجاحات في دولة الكويت ولما تردد له من صدى خارجها، فيسعدني أن أعلن أنه تقرر إقامة منتدى الحكومة الإلكترونية العربي الأول تحت شعار الطريق إلى الحداثة المستدامة بالتعاون مع جامعة الدول العربية في الربع الثاني من العام 2016. لقد تلاقت إرادتنا مع رغبة الأخوة في جامعة الدول العربية بأن تكون شرم الشيخ الصامدة مقراً للمنتدى دعماً للشقيقة الكبرى مصر. شكراً. والدعوة موجهة منذ اليوم للشركات والمؤسسات للمساهمة في التأكيد على أن شرم الشيخ ستبقى كما مصر منارة للعلم والتكنولوجيا والتطور، كما السياحة والحياة. وختاماً أود أن أتوجه بالشكر والترحيب بالشركات الراعية والمشاركين معنا والحضور الكريم، كما أشكر الأخ عبد اللطيف السريع رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى وجميع فرق العمل واللجان التي ساهمت في انعقاده، وأجدد الشكر والتقدير لراعي المنتدى سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى ممثل سموه معالي الشيخ محمد العبد الله
وستكون الكويت واحة أمن وأمان بحفظ من الله سبحانه وتعالى وبقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.